أجواء صعبة كثير. امبارح طافت عندنا يعني الثلوج، والعالم وديناها على المدارس بالليل، وقامت خيمها من العواصف والثلج، وال يعني مأساة صعبة كثير، عرفت علي شلون؟ والوضع يعني تعبان كثير بالنسبة للعالم، يعني عالم انقبعت بيوته، عالم لا في كهرباء، لا في تدفئة، لا في شيء. احنا منطالب اول شغله، منطالب بكرفانات، منطالب بتدفئه. امبارح احنا نقلنا العالم على المدارس، يعني كانت كارثه، نقلناهم على المدارس. الخيم انقلعت من اراضيها، الفرش كلها مبلله بالماء. فاحنا منطالب اول شغله انه يكون بدنا تدفئه، بدنا كرفانات للعالم. ايش هو يا طلع راح يموت؟